السلام عليكم أعزائي اللي رادين من المشي اللي قبل الفطور واللي حرقوا سعرات حرارية واللي استهلكوا الجلايكوجين اللي بالكبد. اليوم حديثي لكم للناس اللي تسوي رياضة قبل الفطور. الناس اللي تسوي رياضة قبل الفطور طبعاً قاعد تقوم بمجهود جبار وتحرق سعرات حرارية لا شك، لكن منو اللي لازم يسوي رياضة قبل الفطور؟ وشنو الأجواء المناسبة للرياضة قبل الفطور؟ ومنو اللي مو لازم يسوي رياضة قبل الفطور؟ في ناس لازم ما تسوي رياضة قبل الفطور، لأن كل من الحين يسأل منو اللي الرياضة ما تناسبه قبل الفطور، الرياضة شيء مفيد وتناسبنا في كل الأوقات. في رمضان دائما في استثناءات، يعني الرياضة قد تفيد بعض الأشخاص قبل الفطور وقد لا تفيد أشخاص آخرين إذا كانت قبل الفطور. ليش؟ لأن أول شيء إحنا لما نصوم فترة طويلة جسمنا يبدي باستهلاك المخزون اللي موجود في الكبد على هيئة جلايكوجين، مخزون الطاقة. مع تقريبا قرب الإفطار الجلايكوجين هذا ينتهي، فنبدي نستخدم مخازين الجسم الأخرى من دهون وبروتينات في الحصول على الطاقة. زين، الأشخاص اللي تسعى لتخفيض وزنها في رمضان أو تسعى لإنزال وزنها في رمضان ممكن تسوي رياضة قبل الفطور وهي مرتاحة. ليش؟ لأن لا شك أنها قاعدة تحرق من مخزون جسمها من الدهون الزايدة في الجسم. لكن الأشخاص اللي تبي تسوي رياضة للحفاظ على اللياقة البدنية أو لزيادة المخزون العضلي، فمنصيحة أبداً أن أنتوا تسوون الرياضة قبل الفطور، لأن الجسم أصلاً ما في مخزون طاقة يحفز العضلة، بالتالي أنتوا كل اللي قاعد تسوونه أن أنتوا قاعد تستهلكون العضلات في إنتاج الطاقة. يعني بدل لا تكبرون العضلة وتقوونها أنتوا قاعد تستهلكون العضلة وتضعفونها. لذلك الرياضة مفيدة ومفيدة في رمضان ولازم نحافظ عليها برمضان، وما يصير نقول لأن رمضان وزحمة رمضان والفطور متأخر وما فيني حيل أهد النادي أو أقطع الرياضة، لكن لازم أنقي الوقت المناسب حق الرياضة. فالأشخاص اللي يسعون حق الرياضة الهوائية ممكن يسوون قبل الفطور رياضتهم الهوائية، بشرط ألا تكون في الجو أو في الهواء الطلق، لأن الجو حار جداً. ممكن الرياضة في الجو الحار جداً قبل الفطور تسبب للإنسان ضربة شمس أو جفاف حاد، فيضطر فيها ياخذ دربات أو أنه يعوض الجفاف هذا بطريقة دوائية مو فقط بطريقة غذائية أحياناً. أما الأشخاص اللي يبون يسوون رياضات لا هوائية أو رياضات فيها أوزان أو رياضات تحفز العضلات، نصيحتي لكم سووها عقب الفطور، يعني تأخذون فطوركم تحسون براحة عقب الفطور بعدين تتوجهون للنادي. طبعا إذا كانت المسافة طويلة بين النادي والفطور ممكن ناخذ وجبات خفيفة أو وجبة تعطينا طاقة حق الأكسرسايز، ولازم يكون في وجبة مغذية حق العضلة عقب التمرين علشان لا نفقد عضلاتنا وخاصة في الصيام الطويل. أتمنى تكون المعلومة واضحة حق الناس اللي قاعد يبنون عضلات وحق الناس اللي بينزلون وزنهم، وكل من ينقي الوقت الصحيح. الشوربات الطبق الرئيسي على طاولة الفطور، لأن الصايم يحس دائما أنه هو بحاجة أنه يأخذ شيء دافي ويبدأ بشوربة علشان يقدر يأكل بعدين. طبعا معظم الأشخاص يفضلون الشوربة كبداية أكثر من السلطة، وهذا الشيء الصح، لأن الشوربة هي اللي تريح المعدة بكونها سائل حار وساخن، هي اللي تنزل على المعدة وتخليها تحس أنها هي مرتاحة عضلة المعدة وتقدر تستقبل وجبات الطعام الثانية أو أصناف الفطور الثانية. لكن المشكلة أن كثير من الأشخاص يحبون يلجؤون حق الشوربات الجاهزة لأنها سريعة التحضير، ممكن يحضرونها بغلي الماء وغلي الشوربة شوية وخلاص صارت جاهزة للأكل. شنو خصائص هذه الشوربة وشنو مواصفاتها الغذائية؟ هذا الشيء اللي بتكلم عنه الحين. طبعا الشوربات هذه تحتوي على سعرات حرارية بين 55 إلى 95 كالوري بحسب نوعها، تحتوي على كمية كبيرة من الملح أكثر من 77 مل أو فاصلة 77 ملي جرام، يعني تقريبا أكثر من ثلث الكمية المسموحة لتناولها في اليوم الواحد. يعني كوب الشوربة هذا في ثلث الكمية المسموحة للتناول من الملح، بينما لما نحضر إحنا شوربتنا في البيت طبعا نقدر نستحكم بالملح ونحط الكمية المناسبة. أما بالنسبة للألياف، هذه الشوربات تحتوي على كمية ضئيلة من الألياف إلا اللي يحتوي فيها على الشوفان أو مكتوب فيه أو مكتوب عليه إنه يحتوي على كمية من الشوفان، نلاقي إن أليافه شوية أكثر. بالنسبة للبروتين هي تقريبا خالية من البروتين، بالنسبة للدهون فيها كمية دهون بسيطة.
شلون نقدر نختار الشوربة الأفضل، أو شلون نقدر نعرف كم سعر حراري في الكوب الواحد؟ نقدر نستعين بالطابع الغذائي اللي موجود على كل تشيز شوربة، طبعا موجود هني وفي بعض الماركات موجود في المنتصف. نقدر نقرأ السعرات الحرارية للتشيز كامل اللي يحضر 4 أكواب، ونقدر نقرأ السعرات الحرارية للكوب الواحد أو لل 240 ملي مكتوب فيه كم جرام صوديوم، كم جرام الياف، وكم سعر حراري. تذكروا ان الشوربات اللي فيها شوفان تحتوي على سعرات حرارية اكثر لكن قيمة غذائية اكبر. الكركديه أو الشاي السوداني هي نبتة تستعمل في الطبخ والتداوي عند العديد من شعوب العالم، وتشتهر بشكل خاص في أفريقيا والشرق الأوسط. والكركديه زهرة حمراء فاقعة تشبه الفاكهة، ولهذا فإنه من السهل أن يعتقد الشخص أن الكركديه فاكهة عند رؤيتها لأول مرة في محلات بيع الفواكه والخضار، ولكنها عبارة عن كؤوس زهرية صالحة للاستهلاك عند مضغها أو صنع العصير منها أو تجفيفها. وعادة ما تباع الكركديه في محلات العطارة بشكلها المجفف بهدف صنع الشاي، والمعروف بالعامية باسم الشاي السوداني أو الشاي الأحمر. استعمالات الكركديه على مدى التاريخ في الطب الشعبي كملين للأمعاء، مقاوم للإمساك، وأيضا كمدر للبول، واستخدمت تاريخيا كمهدئ عصبي. تستخدم الكركديه حاليا أيضا في علاج السرطان وبعض أمراض القلب كارتفاع ضغط الدم والأعصاب كالشقيقة.